ده مقام رمزي للشيخ ابن عيد الدقيق. أنا جيت زرته المرة اللي فاتت، ما كانش محاط كده، يعني حصل نوع من التجديدات، وده ضريح رمزي. أفضل من شرحه الدكتور محمود الطيب، قال يا جماعة ده ضريح رمزي مفهوش حد مدفون، إنما هو كان مع مقابر الأهالي، وكان الأهالي بيدفنوا حواليه الصغار الأطفال أو السقط، فكانوا بيتبركوا بيه. وحتى الآثار جت تزيله، الأهالي اعترضت فقال لك خلاص خليه، ده عدى عليه أكتر من 100 سنة، فخلوه كجزء من الأثر. ده ضريح رمزي ابن عيد الدقيق، خارج أو على قدام السرح الأول لمعبد الكرنك. معبد الكرنك أهو، حتى السور ده سور المعبد من الطوب اللبن، ده بنينه حديث، ده بنينه حديثا. فده ده مقام وضريح ابن عيد الدقيق، وده ضريح رمزي. كان معكم عارف يوسف من أمام الصرح الأول لمعابد الكرنك.